واليوم راح بحبش في أرشيف أغاني وسيع. بلش في ضيعة وادي الشحرور، انتقلت لنجومية في مصر، استمرت مع مسرح الرحابني، وبعدها استقلت بالإنتاجات الخاصة. هلأ يا جماعة نطرح الموضوع. أساس الموضوع هو بناء الأرشيف الغنائي للشحرورة صباح. تعاونت مع المخرجة اللبنانية بنت شقيقة الشحرورة صباح كلودا عقل. في عندها أغاني لهم قصص، مثلا مثل وقت اللي غنت مرحبا يا حبايب طفوا نور الكهرباء، هون كانت تطفي بالسبعينات، كانت تطفي هون الصالة ويدوي الفستان عندها، يعني شيء جديد، كانت تحمل كتير حدايد بفستان أو لمبات حرام ما تقدر كتير تمشي فيهم لأن كان كتير تقيل الفستان. في غنية حلوة هيدي صدرت سنة 65 بعتقد، عملتها لما كانت هي بأحد أسواق بيروت، بعتقد صوب البرج يعني، كان وقتها كانت عم تشتري غرضها، تفوت على محل تشتري شيء، بتشتري شيء وقال بيهجم عليها واحد هيك بصادفها وبوقفها شاب وقتها اسمه عيسى، وبلش يحكيها كلمات قطرة ومحبة وإعجاب، يعني لفت لها نظرها كتير بهضامته، كتير مهضوم كان بالطريقة اللي خطبها فيها يعني هيك. فقالت له من وين تعرفني؟ قال له بالتلفزيون على الشاشة. فهيدا لفت له نظره زيادة هيك، فراحت دغري عند فيليمون، كان الملحن والأستاذ توفيق بركات ساقب، فعملت الغنية وأخذت ضج كتير وقتها، يا ريت نسمعها كمان كتير حلوة. حكاني شب عالماشي زين ستين فراشي، حكاني شب عالماشي زين ستين فراشي، قلت له مني تعرفني؟ قال لي انه شايفني بالتلفزيون عالشاشي.